اوعى تخرجي امسكي فيها فاتي امسكي اوعى تخرجي برافو يا فاتي خلي بالك ما تخرجيش خشي بصي العبي جامد بس فوق يستعد بقى من مباراة 20 اللاعب ادم خالد فتحي محمد لما تجيب المفروض مع اللاعب احمد مصطفى فتحي عطيه نادي الزملكاويه الرياضي اللي قال على مصطفى الواحد خش امسكي يا فاتح ارمي احسن يا بطله خليكي فوقها على طول خش ايوه كده امسكي بقى يستعد على مصادر الكلام ايه اللي مخرجك خش جوه اكاديميه الكابتن طوطه خش ابراهيم صلاح الدفاع مع اللاعب ياسين احمد عبد اللطيف مدينه النصر ارمي ياسين احمد عبد اللطيف مدينه النصر تعال الخروج ده يخسرك ايه اللي مخرجك؟ كل شويه اقول لك خش جوه كده تخسر النقطتين يا حيوان انا مش قايل لكم في الجيم محدش يخرج؟ انت بتضحكي ليه؟ اوعى تيجي هنا خالص لف في الملعب وخش خبطه الرجل وارمي بطش في الصدر وارمي امسكها من رجليها مش من وشها امسكها من وشها ما بتعرفش ترميها امسكها من رجليها خلاص؟ يلا غاز يستعد على التصدر على اللاعبة سلمى احمد طه بطلة ايوه كده اوعى تخرجي امسكيها ايوه كده برافو يا فاتن العب يلا خش كمان امسكيها هوب ايوه ارمي حط رجلك وراها برافو اوعى تخرج برافو احسن بطله هوبا جميله يا فادي برافو اوعى تخرج خش احسن بطلة جميل ايه الحلاوة دي خليك على كده بقى خش حط هوب كمان جميل امسك رجليه برافو يا فتونة جميلة ايه الحلاوة دي احسن يا فاتن شيلها يلا انت اللي برافو يا فاتن الله هنا الكاميرا عامله ايش يا فاتن